هي تاريخ لن يتكرر لكنه سيبقى. عرفت بامرأة الأضداد، فكانت البرجوازية التي لم تترك فرصة للتظاهر في الشارع نصرة للشعوب العربية، والمرأة المشرقة التي تهوى الكواليس، واللاعبة الأساسية على الساحة السياسية من دون أن ترضى بالانضمام إلى صفوف السياسيين، لكنها أيضا امرأة الهدف الواحد، الحرية والاستقلال. كانت تردد أن الاستقلال ولد في بيت أبيها، لكنها ليست شقيقته بل خادمته. حولت بيتها إلى صالون سياسي يجتمع فيه أهل السياسة والصحافة، فكان هدف كل لقاء بالنسبة إليها إما حماية استقلال أو صناعة استقلال. وقد انشغلت بلبنان كما بكل بلد عربي من المحيط إلى الخليج، حتى أضحت المرأة المرادفة للحرية والديمقراطية والمناصرة الأولى للشعوب، وهي التي تمرست بالنضال منذ ظهورها الأول ناشطة في مكتب فلسطين الدائم عام 1948 إلى مقاعد الجامعة الأمريكية في بيروت وحتى في جامعة أوكسفورد في بريطانيا. كانت الصبية التي تتقدم المظاهرات بلباسها الأنيق تصرخ وتهتف كغيرها من أبناء الشعب المتألم، وأضحت السياسية الاستثنائية، تحوك في الظل المبادرات البناءة وتفشل الخطط الهادمة للمجتمعات. وقد عرفت بمقتها اللون الرمادي في المواقف، وهي إذ حاكت صداقات مع أشهر القادة، كانت تقف بوجههم كاللبوء من دون خوف كلما لاح في خططهم احتلال أو كلما لجأوا إلى تعذيب أو ترهيب، فكانت تسقط الصداقة على أبواب السياسة. ولعلها أعلنت عن أصلب مواقفها وأقواها حين حملت القلم ودخلت صدفة إلى عالم الصحافة عبر جريدة النهار، ففاجأت أهل القلم أنفسهم، وكانت باكورة مقالاتها أنا ضد الذي هزت به الشهابية. سألوها أنا؟ من أنت؟ فقالت من أنا؟ حسب أني من آل الاستقلال. كانت أولى الصحافيات والصحافيين الذين أجروا مقابلات مع الفدائي ياسر عرفات حينها، والفريق أول حافظ الأسد بعد انقلابه وتسلمه الرئاسة السورية، وقد عرفت من خلالهما بالصحافية التي لا تطرح الأسئلة بل تسائل. بقيت تقول جهراً ما لا يجرؤ الرجال على قوله همساً في الإعلام العربي كما الأجنبي، حتى بعد تعرضها لسلسلة مضايقات وملاحقات، لبل تحولت لغتها الناقدة إلى لغة مؤنبة، فلم تخف من عنونة إحدى مقالاتها العيب العيب. حملت ذات يوم رشاشاً وخطبت بالجماهير قائلة أخي العربي، لا أخ لك إلا هذا. أتت الحرب اللبنانية فبدأت تدفع ثمن مواقفها ومقالاتها. وقفت بوجه عرفات مرة وقالت طريق القدس لا تمر بصبر وشتيلة، وقد رد عليها أبو أياد بعدها بسنوات طريق القدس تمر بجوني. قررت النضال من خلف البحار بصخب أكبر، فكان لأعمالها ومواقفها صدى كبير، إلى أن غلبها قلبها فغلب اللبنانيين، لفوا بالعلم اللبناني من كانت تحقق إنجازات عظيمة في كل يوم من عمرها، لبل في كل يوم من عمر الوطن. وقد مشوا خلف نعشها وهم لا يعرفون ما إذا كانوا يدفنون ابنة الاستقلال ملفوفة بالعلم اللبناني، أم الاستقلال ملفوفا بأحلامهم الوطنية. رحلت وفي بال كثيرين صورة المرأة العذبة كالمياه، الصلبة كالصوان، الخالدة كالأرس.